ساره يعطيك العافيه. الله يعافيك. اصبحتي اصبحتي. حبيبي حط لك كاكو؟ لا بكير لسه ما جعت. دريتي من الاشاعه اللي طار عليهم؟ انو اشاعه؟ تبع الوزير اللي طار؟ لا قصه الوزير اللي طار طلعت مزبوطه مو اشاعه، عم بحكي عن غير شيء. خير؟ ليش شو صاير بالبلد؟ قال في قطار عامل حادث على طريق درعا. يا ساتر يا رب، مين قال لك هالحكي؟ كل الناس عم تحكي بهالقصه. امتى صار الحادث؟ ما بعرف، شي بيقول امبارح، شي بيقول اليوم، شي بيقول من يومين ثلاثة، كل واحد بيحكي على كيفه. لك الله يصلحك، كنت جيب الجريدة لحتى نشوف شو كاتبين فيها. يا ستي قريت الجرايد الثلاثة مع ملحقاتهم، مو مكتوب فيهم شي. افتحي افتحي التلفزيون على الشام، إلا ما يحكوا شي. معلم، أنا بعرف إنه حرفة صناعة بوارس صبيان حرفة عريقة كتير، يا ريت تحكي لنا عن هالشي. أي نعم. في الحقيقة هاي المهنة عريقة جدا ومتوارثة عن الآباء والأجداد. ونحن بالنسبة لنا ما منصنع بس بواري صوبيات، كمان منساوي يعني أزانات حمام، تيار، أطشات، صوبيات ومدافئ ومن ما جميعه. يعني نحن كل شيء كل شيء منساوي. طيب يا ترى قديش السماكة تبع بواري صوبيات وشو هي العوامل اللي بتحدد السماكة؟ شوفي مدام لما آنسي شوفي أنسة، بالنسبة للسماكة نحن عنا سماكات كتيرة، يعني بقدر أقول لك إنه في عنا 2 ميلي وبيجي معنا كمان بده زيمات حسب طلب الزبون يعني. يعني أكثر من هيك سماكة دم ما عاد الله يخليك. الهيئة ما في شيء، لأنه لو في شيء كانوا زاعوا. هات هي جهاز لقلك، يمكن يزيعوا الخبر بمحطات برا. وكل حسب تقول. أفادت مصادر شديدة الاطلاع في العاصمة السورية أن قطارا جنح عن سكته وانقلب في الطريق العام ما بين دمشق وذرعا، وذكرت هذه المصادر بأن هذا الحادث نجم عنه عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات، كما أدى الحادث إلى نفوق قطيع من الأغنام كان يعبر الشارع لحظة وقوع الحادثة. شفت شلون الخبرية طلعت مزبوطة؟ ما في إشاعة بتطلع من فراغ. أحد العلماء إلى أن وسأبيت انه كان في شلعة خواريف ظاهرين من الجبل وعم يقطعوا الشارع لما صار الاكسيدون، بس ميرسي بوكو لالله انه ما كان في ركاب بالتراين، والا كانت المصيبه اكسترا اكسترا لارج. وافادنا مغاسلنا بالشام انه وفود لبنانيه رسميه وشعبيه من الاحزاب والهيئات والمنظمات والفعاليات السياسيه والروحيه والمذهبيه ظهرت على الشام بموعد رسمي للوقوف على طبيعه الموقف وحقيقه المشكل ومؤازره اخواننا السوريين بهالكاتاستروف هيدا. بالفعل اللبنانيين صاحبين واجب وما بيخلوا شيء عليهم حتى ما حدا يعتب. اي لكان اقل منا يعني. Erfahrene Nachrichten aus der syrischen Kapital sagen, dass es einen Zugunfall gab, in welcher der Zug auf seine Linie und in der Damaskus-Dara-Autobahn gefahren ist. Die Nachrichten konfirmierten auch, dass es viele Bewundete gab, die zu die nächsten Krankenhäuser transformiert sind. Eine Himmelmasse, die Autobahn in selber Zeit des Unfalls kreuzte. شايفه يا هيا؟ حتى الالمان زعوا الخبر، صحيح المانيتي مش كلمه الان، بس فهمت. طيب اقلب لنا على شبه الجزيره لنشوف شو عم بيحكوا. على عيني بس لشوف محطه سي ان تي الاول. يعطيك العافيه يا اخ. هلا هلا اخوي هلا. معك القناه الفضائيه تي ان تي. شو ممكن تحكي لنا عن حادثه القطار تبع درعا؟ يا اخوي وش احكي؟ وش اقول؟ وش ينفع الحكي؟ اني هسه هالحين رايح ارفع قضيه ضد مصلحه الترينات. باعتباري صاحب شلعة الغنم اللي دعسها الترين. طيب برأيك مين المسؤول عن هي الحادثة؟ هي من المسؤول؟ الشوفور السايق هو المسؤول، أني أحمله كامل المسؤولية، لأنه لو ضرب فريمات ما كان صار اللي صار، الغنمات انذبحت والحلال ضاع ضاع. وأني من هين من هذا الموقع، أكد لي على هذا الموقع، أناشد المسؤولين ان ينظروا بعين الحقد بعين العطف لهذا البلاء اللي اصابنا. وفي النهايه اشكر التلفزيون وينطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زين زين
نحن كمسؤولين في مصلحة القطارات نضع دائما نصب أعيننا سلامة المواطن وممتلكاته العينية والمادية وثروته الحيوانية. وانطلاقا من هذا التوجه وتمشيا مع التوجيهات في هذا البلد، نقوم بشكل دوري بأعمال صيانة كاملة لكافة القطارات. شوفت عينك القطارات الموضوعة تحت الخدمة. وإنني أنتهز هذه الفرصة لأعبر باسمي وباسم كافة العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي عن عظيم امتناننا وخالص تقديرنا وشكرنا طيب برأيك مين المسؤول المباشر عن الحادث؟ آنستي الكريمة، قبل أن أحدد من المسؤول عن الحادث وقبل أن نوجه إصبع الاتهام بعمق إلى أي جهة، دعونا يا أختي نعرف المسؤولية أولا. نعرفها، ما هي مسؤولية؟ المسؤولية لغويا تأتي من فعل سألة، وفعل سألة هو فعل ثلاثي أجوف. عفوا يا أستاذ، ياريت خلينا بصب الموضوع. يعني برأيك ألا يوجد خطأ بشري ما أدى إلى وقوع الحادث؟ لك يا أختي، من كان منكم بلا خطيئة فليحاجرنا، فليرجمنا بالحجارة. وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أن نكون لا نكون، هذا هو السؤال. أرى سعسعة ولا أسمع طحنا، جعجعة وقطارا فات من يجديه وراءه يركض ماشي على رجليك. يعني تدرس من جوانب أخرى المسألة يا أختي. ما هي هذه الجوانب؟ ماذا يعني انحراف قطار عن سكته أمام انحراف السياسات العالمية نحو قطب أوحد؟ دعونا أولا نصطلح على تعريف موحد لمصطلح الانحراف. المجمع اللغوي، الله يكترنا من أمثاله بسلامة ذكره. لك شو عم يحكي هاد؟ والله ما فهمت شي عليه، ما فهمت شي من كل هالحكي، عم يقطع لي الحوش. طب انت ليش نزلت بهالقناة؟ اللوم على غيرك. لك العمى بقلبهم، ليش هيك عملوا قضية؟ اصلا هيك الفضائيات تبعنا، بدهم قصة ليتسلوا فيها ويعملوا من الحبة قبة. لا، ويلي بيحيرني انه المحطات بتذيع الخبر بالموجز وبيقولوا لك التفصيلات في التقرير التالي من مراسلنا فلان الفلاني. بيقوم المراسل ما بيضيف شي على الخبر، بيعيده وبيفتقوا وبيعيده وبيدور وبيلف وبيرجع لنفس المعلومات تبع الموجز. لنشوف غير قنوات شو عم يحكوا. وفي نظرة متبصرة وتقارير متعمقة أفادت مصادر شبه رسمية في العاصمة السورية بأن خطأ في التوقيت قد أدى إلى حادثة قطار دمشق درعا. معنا الآن على الهاتف الأستاذ فايز أبو جودة، المحلل السياسي في لندن. أستاذ أبو جودة، كيف تنظرون من موقعكم إلى هذه الحادثة؟ في الحقيقة إنه أمر يدعو للتساؤل حقا، لا سيما بأن حادثة مماثلة قد سبقت حادثة انحراف القطار، ألا وهي حادثة انزلاق الباص المعروف. هل تعتقد بأن هناك ربط أو علاقة بين الحادثتين؟ أعتقد ذلك. طيب برأيك هل هناك خلفيات معينة تقف وراء هاتين الحادثتين؟ ربما. هل يعني هذا أن انحراف القطار قد يشير بطريقة أو بأخرى إلى انحرافات مماثلة؟ ممكن. في قطاعات جديدة رسمية كانت أو خاصة، هل تعتقدون بأن هذا الأمر ممكن أن يحدث؟ ممكن ذلك. فايز أبو جودة، المحلل السياسي في لندن، شكرا لك. ولك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، يخرب بيتهم. ولك شو الأخبار اللي معتها هي؟ معقول؟ بالفعل هالجماعة بدهم جنازة ليشبعوا فيها لطم. ولك العمى عملوا للقصة 100 إيد و 150 رجل، إيه ما لها مستاهلة المسألة كلها الضجة وكل هالمقدمات والمؤخرات. العمى شو الإعلام هاد؟ ما هي أسباب حادثة تدهور القطار على طريق دمشق درعا؟ من هو المسؤول عن موت قطيع الخرفان البريئة؟ ما علاقة هذه الحادثة بالحملة التي تقوم بها السلطات السورية ضد الفساد؟ هل يؤثر عدد الخرفان المدهوسة على الاقتصاد السوري؟
برنامج الاندفاع المشاكس سيأتيكم في الأوقات التالية. أحسن شيء نشوف الشام شو عم تحكي. احطها على الشام من الأول وخلصنا، ضروري هيك تقلب على عماها. لا ويلي بيدبح دبح إنه الخبر نفسه بتسمعيه 50 مرة من 50 فضائية. إيه والله شي بملي. ركبنا دش ديجيتال قال. يعني إذا هالدش عم يجيب 200 محطة وكل محطة بدك توقفي عليها دقيقة لتشوفي شو عم تعرض. بدك 200 دقيقة يعني 3 ساعات وشوي رايحين على الفاضي. هلأ قلب على الشام خلصنا. على عيني. من دمشق نذيع عليكم هذا الخبر العاجل، جاءنا توّاً على الهواء مباشرة. ذكرت محطة تيفي الألمانية بأن قطاراً قد انحرف عن سكته على طريق دمشق درعا، وقد أدى الحادث إلى جرح بعض المواطنين ونفوق قطيع من الأغنام. وذكرت محطة الـ UFL بأن سبب الحادثة يعود إلى تعطل نظام الكبح في القطار. أما محطة شبه الجزيرة فقد عزت الحادث إلى خطأ في التوقيت. وقد نقلت محطة DTA عن مصدر شبه رسمي بأن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أسباب الحادثة، وسنوافيكم بالتفاصيل الكاملة لدى ورودها. وشكرا لاستماعكم، نعود الآن لمتابعة برنامج نحن الحرفيون. يعني معقول هالحكي؟ لإمتى بده يضل إعلامنا مثل الزوج المخدوع آخر من يعلم؟ يعني لولا الفضائيات التانية كنا نحن كمان آخر من يعلم. طيب انت ليش معصب كل هالقد؟ يا سيدي فخاري كسر بعضه، ليش عم بتهز بدنك؟ ليك والتانية، يعني معقولة اسمع كل هالشي وما يعصبني؟ لكل أخبارنا الداخلية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية أو طبية مناخدها كلها من برا، وبعد يومين ثلاثة منسمعها من عنا من جوا، يعني منسمعها بايتي مثل الأكلة الفايتة، لا إلها لزة ولا نكهة ولا طعمة، مثل يلي عم ياكل مشمش بالعتمة. أي طعمنا حجة والناس راجعة إلهي. بقى ليش عم يصير معنا؟ لك شو الهدف يعني؟ شو الغاية؟ لصالح مين عم يصير هالشي؟ ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.